الأسبوع اللي فات كان في مكالمة تليفون مع مبادرة كانت من القنصلية المصرية بنيويورك، القنصلية العامة، قنصلية مصر العامة بنيويورك، وكان معنا سعادة السفير هشام النقيب، وقال لنا على اللي بيحصل ايه في القنصلية، واللي بتمنى ان كل القنصليات سواء اللبنانية الأردنية المغربية السعودية كل القنصليات العربية يتواصلوا معانا ونعرف بالضبط ازاي الجاليات اللي هي تابعة لهذه القنصلية يتم خدمتها، يتم يتم تلبية طلباتهم. فطبعا انا بشكر يعني ردا على الطلبات والاسئله اللي جت لنا الاسبوع اللي فات وعملنا لها فورورد لسعاده السفير، كان في يعني عايز اقول لحضراتكم هنا كان في رد مباشر واستجابه للجاليه المصريه بالساحل الشرقي وبالولايات المتحده الامريكيه، كانت استجابه مباشره من السيد وزير الخارجيه المصري سامح شكري. فأنا بتوجه له بالشكر والتقدير على هذه الاستجابة السريعة اللي طبعا من بعد الحلقة اللي فاتت والحديث مع معالي السفير واتكلمنا في أشياء كثيرة وكان في أسئلة كثيرة عملنا لها فورورد للسفير هشام النقيب، وبالتالي راح للوزارة الخارجية وكان استجابة من السيد وزير الخارجية سامح شكري. وهو معروف عنه سامح شكري لا يتوانى عن بذل أي مجهود أنه يساعد الجاليات المصرية على مستوى العالم، مش بس في أمريكا، كل الجالية المصرية أبناء مصر في الخارج في أيدي أمينة مع هذا الرجل سامح شكري اللي بيبذل مجهود كثير في خدمة وتسخير يسخر كل إمكانيات السفارات والقنصليات لخدمة الجاليات المصرية وخدمة بلده في المقام الأول مصر، وطبعا دي حاجة احنا كلنا بنقدرها. وعم يعني يمكن في حاجة كويسة كانت مفاجأة ليا انه بناء على كده تم عمل رقم تول فري نمبر، تول فري نمبر ده تقدر تتصل بيه من اي مكان في امريكا، تتصل بهذا الرقم بيقول لك بالظبط ايه اللي انت كل الخدمه اللي انت عايزها تعمل ايه، مش محتاج ان انت تتكلم مع اي شخص خالص في القنصليه، ولكن لو في حاله ان انت عايز تتكلم مع حد في برضو طريقه ان انت بتدوس على زيرو تتصل يرد عليك موظف في القنصليه من هذا الرقم التول فري. ممكن ناس كتيره جدا ممكن عايز تسيب مسج، لو عندك حاجه خاصه برايفت بتسيب مسج وهذه المسج بتوصل، المسج دي ما حدش بيسمعها الا المختص في القنصليه. في هذا الرقم التول فري نمبر اللي هو يمكن هيطلع في الشاشه دلوقتي هنشوفه على الفيديو اللي هو 1-844 help Egypt، وممكن هيترجم بالارقام. طبعا ده حاجه رائعه وتطور كبير، بتمنى ان كل السفارات والقنصليات مش مصر بس، العالم العرب كلها ان هي تتبع هذا النظام، لانه في الظروف اللي احنا فيها دي صعب الوصول لمقر القنصليه، وفي نفس الوقت الناس دول بيشتغلوا 24 ساعه ما بيكلموش كتير ولكن بيشتغلوا كتير. فمش بس القنصليه المصريه، القنصليه السعوديه، القنصليه اللبنانيه، القنصليه الكويتيه، القنصليه المغربيه، كل الناس دي بتشتغل والخدمات وكل الامور ماشيه ولكن بطرق مختلفه، بنستغل وسائل التكنولوجيا الحديثه ان احنا عن طريق الانترنت، عن طريق التليفون اللي هو رسائل مسجله، عن طريق الكلام ده كله بنقدر ان خدماتنا كلها وكل طلباتنا تلبى من القنصليات. فطبعا ده حاجه شيء جميل وبشكر عليه تاني مره معالي وزير الخارجيه المصري سامح شكري والسيد السفير دكتور هشام النقيب وفريق عمل القنصليه العامه بنيويورك. لابد ان انا اشكرهم، الناس دي 24 ساعه لو اي حد في مشكله بيوصلوا له وهو بيوصل لهم. انا مش بتكلم الكلام ده مجامله ولا بحاول ان انا اقول مثلا شيء، لا ده حقيقي عن تجربه. فخلينا نشوف مع بعض ازاي نستعمل هذا التليفون وهذه الطريقه، ويا ريت كل اخواننا العرب من جميع الجنسيات الاخرى يشوفوا ده
ويطلبوا قنصلياتهم وسفاراتهم اللي احنا بنتمنى ان هم يتواصلوا معنا ويعملوا زي ما القنصلية العامة في نيويورك انجزت. خلينا نشوف مع بعض. القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في نيويورك تهيب بمواطنيها من أبناء الجالية المصرية اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة واتباع تعليمات الأمن والسلامة للجهات الصحية بالولايات المقيمين بها. يرجى متابعة موقع القنصلية الرسمي www.egypt-nyc.com للوقوف على آخر المستجدات وفقاً لما تعلنه السلطات المحلية من تدابير للحفاظ على الصحة العامة خلال الفترة القادمة. لمعرفة إجراءات إتمام الخدمات القنصلية عن طريق البريد اضغط الرقم 1. لإجراءات إتمام التوكيلات والإقرارات عن طريق البريد اضغط 701. للتصديق على شهادات الزواج والطلاق اضغط 702. للتراجم اضغط 703. لاستلام بطاقات الرقم القومي اضغط 704. لاستلام شهادات الميلاد اضغط 705. لاستلام جوازات السفر المميكنة اضغط 706. للأوراق التجارية اضغط 707. زي ما شفنا ده حاجة شيء جميل، وهكذا تراعي الدول العريقة الأصيرة ولادها وأبنائها في الخارج.